شبكة شام في دمشق وريفها ثائر الدمشقي. ثائر يعطيك العافية، يعني ما هي أبرز المستجدات الميدانية اليوم في دمشق والريف الدمشقي؟ نعم سيد محمد، يوم دموي جديد في جنوب العاصمة دمشق الذي يتعرض لحملة شرسة من قبل قوات النظام المدعومة بميليشيا حزب الله ولقاء بالفضل العباسي، محاولة منه لبسط سيطرته على هذه البلدات، حيث إلى حتى الآن سقوط 16 شهيدا في الحجر الأسود وثلاثة شهداء في يلدا وشهيد في مخيم اليرموك، حيث الذي نتيجة القصف العنيف براجمات الصواريخ والهاون على هذه المدن والبلدات. كما أفادنا الجيش الحر بأن النظام يستهدف هذه المدن والبلدات بصواريخ داود إيرانية الصنع، كما دارت اشتباكات عنيفة في بلدة سبينة وحجيرة البلد، تمكن الجيش الحر من خلالها من تدمير عربة بي ام بي وسقوط قتلى في صفوف قوات النظام. في الريف الغربي الجيش الحر يحاصر 4 حواجز في الزبداني في الجبل الغربي، في بيت جن وبيت سابر ايضا النظام يقوم بقصف مدن وبلدات بيت جن وبيت سابر بالمدفعيه الثقيله ورجمات الصواريخ. بالنسبه للحجر الاسود، المشاكل الميدانيه تمتلئ بالجرحى والشهداء، حيث تموت الجرحى امام عيون الكادر الطبي الذي يعجز عن عمل اي شيء له بسبب نقص كافه المستلزمات. نعم. اشتباكات ايضا في محيط حاجز النور ومعمل تاميكو، الذي حيث يقوم النظام محاوله اعاده السيطره على معمل تاميكو، فتمكن الجيش الحر من تدمير عربه من تدمير دبابة نوع T-72. أيضا اشتباكات عنيفة تدور على حاجز النور في معظمية الشام ودرية، قصف عنيف لرجمات الصواريخ والهاون، نعم. هناك هدوء حذر يسود جبهات درية. نعم ثائر الدمشقي مراسل شبكة شام في دمشق وريفها، شكرا لك.